أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الطواف بالبيت في اليوم أكثر من 7 مرات؟ نعم، يجوز الطواف بالبيت تطوعا بدون تحديد، 7 مرات أو 10 أو اللي تيسر بدون تحديد. قال الله جل وعلا: مطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بدأ بالطائفين لأن الطواف من اختصاص البيت، ما هنا طواف على وجه الأرض إلا بالبيت العتيق، لذلك قدم الطواف على غيره من العبادات. فالطواف بالبيت عبادة عظيمة يكرره المسلم، لكن مع الزحام الشديد، مع الزحام الشديد ما يتيسر للإنسان أنه يطوف إلا بمزاحمة وبخطر، فبإمكانه أنه يتحين الفرص التي يخف فيها الزحام ثم يطوف. نعم.